نعم سيدة النائبة، وزارة الثقافة هي وزارة الثقافات، وزارة مغربية. ولما كنتكلموا على الثقافات كاين الملحون، كاين قناوة، كاين الراب، كاين مجموعة ديال الأشياء اللي كاينة حقيقة في المجتمع. ولا أعتقد أن دور وزارة الثقافة في 2022 هي تجي باش توقف واحد الفنان أو واحد الفنانة. لكن في نفس الوقت أنا متفق معكم باش نجاوب مع السؤال اللي جاني في حقيقة على المهرجان اللي تكلمتوا عليه سيدة النائبة، هو اللي جا في السؤال. حنا تكلمنا على هذا الموضوع لا في الغرفة الثانية لا حتى مع الصحافة، وقلنا بأن واحد الفعل غير أخلاقي اللي دار ما يمكنناش نتفقوا عليه، واحد كلام خايب اللي دار في واحد المجال العمومي لا يمكن أن نتفق معه. علاش؟ لأن قبل ما نكون فاعل سياسي أو وزير أنا أب، وما يمكن ليش نكون غادي في الزنقة، ماشي غير في المهرجان. يمكنوش غادي في الزنقة، في التيران، في المقاطعة، ونسمع واحد كلام يؤلم. يعني التربية اللي بغينا نعطيه ولادنا، ولكن في نفس الوقت خاصنا دوك الشباب اللي كيعبروا على راسهم بديك الطريقة، واش نسألوا واش العشر سنين اللي دوزناها ما كانوش هناك سياسة عمومية للشباب؟ الله أعلم. نسألوا علاش هاد الشباب كيستعملوا هاد العنف اللفظي وهاد العنف في المهرجانات في التيرانات، ونواكبوا هاد العملية ونجيبوهم عندنا باش بشوية بشوية يبدلوا الأسلوب حتى ديال التعبير ديالهم، وهذا هو الهدف. شكرا. الشاب ما بين 15 و 25 عام إلا ما غلطش، كيفاش غيغلط تيدير 50 عام؟ لا، خليو الشباب يعيش الحياة ديالو ونعالجوا معاهم الإشكاليات اللي كينقاوها يوميا في الحياة. هذه حقيقة مرة، هي مرة ولكن واقع، وخصنا كونا نواكبوا هذه العملية باش بشوية بشوية هذه الأشياء اللي كنشوفوهم ليس فقط في المهرجانات بل في مورا المقابلات الرياضية وزيد مجموعة ديال الأشياء ما خصهمش يبقاو. ولهذا خصنا نوفروا برامج ونحاولوا نواكبوا هذه العملية ونجيبوا عندنا هذا الشباب، وإن شاء الله بإذن الله هذا الكلام ما يبقاش. غنسالي بواحد الكلام كانوا كيقولوا ناس الغيوان، سامحوا بكم إلا تكلم، حنا قلال ما فينا ما يتقسم. شكرا.